بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. صدق الله العظيم. برحب بحضراتكم في اولى حلقات برنامج كل يوم بعد عودته من التوقف. برنامج كل يوم توقف 37 شهر و16 يوم. ولا ادري الحقيقه لماذا توقف البرنامج رغم ان انا كنت بتسال السؤال ده كتير جدا. لكن الاعلام المصري لديه رساله كبيره جدا الاعلام المصري هو من علم الاعلام في الوطن العربي كله الاعلام المصري يعود تاريخه لمئات السنين الاعلام المصري دو المصري دوره دور وطني كبير جدا في كل الاحداث السياسيه التي مرت في مصر طوال السنوات الماضيه كان الاعلام المصري له دورا كبيرا ومؤثرا في الشارع المصري. لكن في الفتره الاخيره وخلونا نتكلم بصراحه يعني دون اي تزيد. لم يكن الامر على ما يرام، طب يعني ازاي لم يكن الامر على ما يرام في الاعلام المصري؟ الحقيقه ان حريه الراي في مصر طوال السنوات الماضيه لم تكن على ما يرام. ولا يقول غير كده او يطلع قدام الشاشه وقدام الكاميرا ويقول كلام غير كده اعتقد ان هو هيبقى يحتاج ان يراجع ضميره فيما يقول وكان هناك في نوع من عدم الاستقلال طيب كيف ياتي عدم الاستقلال عدم الاستقلال من انك تخاف تقول رايك والاعلامي مش لازم يخاف الاعلامي كالقاضي يحكم على القضايا التي تهم مجتمعه والراي بكل جراه وطالما انه لم يخالف القانون يقول هو عايزه وفي عدم استقلال تجاه الماده تجاه انه الاعلامي او الجورنال او الوسيله الاعلاميه لها مصالح ماديه فتخشى ان تنتقد يمكن المصالح الماديه دي تمس او تمدح بزياده فالمصالح الماديه تزيد فهنا ايضا لا يوجد استقلال لانه وقع اثير لفكره الماده او وقع اثير لفكره النجوميه انا بقى عشان ابقى نجم واعلامي وبتاع لازم اطلع وازعق وانتقد واعمل حاجات بقى من هذا القبيل فشفنا كل هذه المشاهد طوال الفتره الماضيه ايضا الشارع المصري كان بيشوف رسائل اعلاميه متعدده لكن اشهرهم مثال للاعلام عدو الدولة. ايه الاعلام عدو الدولة ده؟ زي ما حضراتكم عارفين من 30/6 ويمكن من قبلها كان في اعلام بيمول من تنظيم الاخوان الدولي، ايه تنظيم الاخوان الدولي دي؟ لما احنا قدرنا ان احنا نفك تركيبة الاخوان المسلمين الارهابيين اللي كانوا يعني في سدة الحكم للاسف لمدة عام في مصر تبقى التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وده ما ماتش لحد دلوقتي واللي يعتقد ان ده مات يبقى مخطئ لانه ما زال يمول لأبواق اعلاميه موجوده خارج مصر طوال السنوات الماضيه هذه الابواق يعني ما خلوش حاجه في مصر ما قالوش عليها غلط هذه الابواق ادعت علينا زورا وكذبا ويعني كان يعني تمويل ملوش حد وكان في دول للاسف او بعض دول عربيه او اقليميه تتبنى هذه الأصوات وتوفر لها ملاذا آمنا طيب يعني ما بيشوفوش أي حاجة صح طبعا وهو لازم يعمل كده هو جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حاطط في مخيلته أو في مرمى نيرانه نمرة واحد الرئيس السيسي الدولة المصرية فتاخد المثال نقول مثلا إيه الخبر صلى الرئيس السيسي العصر أربع ركعات لا الصلاة مش صحيحة عم يعني دي صلاه العصر واربع ركعات القبله قد غلط هو فلوس الجامع منين إيه؟ حاجات كده ما انزل الله بها من سلطان نالوا من الرئيس ونالوا من اسره الرئيس طوال السنوات اللي فاتت كلها لكن احنا تعودنا عليهم وعارفين كويس جدا شرورهم وعارفين كويس جدا ازاي بيحاولوا يخضبوا البسطاء بشكل فيه كثير من الكذب واصبح لدينا حصانه كامله تجاه هذه الاكاذيب ولم نتاثر بها بالعكس الدوله كانت ماشيه في التنميه بتاعتها وهم يعني بيفقدوا من وقت للتاني ارض كانوا موجودين فيها بيطردوا ويلاحقوا والى اخره. وده اعلام معادي للدوله قولا واحدا. في خطاب اخر بيتلقاه المشاهد في الشارع المصري الاعلام الوطني اعلام وطني ومخلص وصادق كل حاجه لكنه مبالغ في المدح. يعني هذا النوع من الاعلام وطني جدا وصادق جدا مش عايزين حد يزعل مننا لكن مبالغ جدا في المدح صلى الرئيس السيسي العصر اربع ركعات ونعم الصلاه دي صلاة العصر دي تعود إلى الصلاة والصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة شفت النجفة اللي في الجامع كانت عاملة يا عم بالراحة ده هي صلاة عصر وأربع ركعات في الحقيقة في نوع من أنه إما معاداة الدولة بشكل كبير جداً وإما أننا كل حاجة صح وكل حاجة تمام هو إحنا أنبياء؟ خلونا في الواقع، خلونا في الموضوع. بنحاول إحنا في كل يوم إن إحنا نشتغل قضية بقضية. يعني نشوف إذا أجادت الحكومة يوم السبت خلاص ده دي إجادة وده لصالح الوطن. من وجهة نظر الإعلامي بقى إذا أخفقت الحكومة يوم الحد قول لنا معطيات. قول لنا إيه وجهة نظرك وعلى أي أساس تبنيت هذه وجهة النظر؟ وهات الحكومة ترد. هو ده الصح وعايز اضرب لحضراتكم مثال واقعي انا عشته طوال فتره توقف البرنامج الحقيقه انا شرفت باختياري مستشارا قانونيا للسيد الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس وهيئة هيئه عظيمه والعمل فيها كانه عمل عسكري وفيها ناس بتشتغل من اكثر من 40 سنه وتاتي قضيه تهم الشارع المصري بخصوص هيئة قناة السويس وطبعا أنا كنت داخل بقى هيئة قناة السويس دي عندي قبعة إعلامية برضو يعني داخل بقى هو صحيح يعني قناة السويس الجديدة دي بتجيب الدخل ده وأنا مدين للفريق أسامة ربيع إنه استحملني كتير كي يعني أفهم كثير من الملفات فراج رد عليه قال لي أنا أنا مش هجاوبك أنا عايزك أنت اللي تدخل وتتجول في الإدارات المتعددة في هيئة قناة السويس عشان تجاوب لنفسك على هذا السؤال فرحت وشفت الإحصاءات وشفت قبل قناه السويس الجديده كانت الارقام قد ايه وبعد قناه السويس الجديده الارقام بقت قد ايه واصبح الواقع الفعلي انا راجل بتاع بيزنس انا راجل بتاع ارقام فبالتالي نجحت قناه السويس الجديده في انها تضيف مليارات الدولارات لدخل هيئه قناه السويس واقع فتاتي قضيه بخصوص هيئه قناه السويس امر يشغل بال الراي العام فشفنا هنا بقى كنت من منظور المسؤول او الذي يعني يستشيره المسؤول كيف تناول الاعلام هذا الامر والله 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 كبار اعلاميين لم يقراوا شيئا عن الموضوع انا انا مش بغلط في حد بس انا بقول لكم تجربه عشتها فقدرت احط ايدي على فين المشكله طيب بصفتي مستشار للسيد الفريق كنت بدخل معاهم على الهوا كمتحدث باسم هيئه قناه السويس في هذه اللحظه فبلاقي اللي بيكلمني في التليفون هو مش عارف احنا في حته تانية خالص وهو من هو يعني وايه وبيزعق بقى وبيقول ومقتنع انه صح والحقيقه انت مش صح الحقيقه انت فقط لم تقرا فبيبقى الامر بالنسبه لي في منتهى الذول وكنت ارجع الفريق اسامه اقول له يعني شفت يقول لي دورنا ان احنا برضه نفهمه تاني برضه نقوله تاني بس في الوقت ده لما كنت بعدي بقى على الادارات بتاعت هذا المرفق الحكومي الهام الحيوي واسال زمايلي يقول لي احنا اتاثرنا بالاتقال امبارح اللي اتقال امبارح ده وجعنا انا عشت عمري كله في قناه السويس بدافع عنها يطلع الاعلام بالليل يقول اصل انت هتعمل وتسوي فبيبقى الموضوع الله طب ما هو مش كل الجهاز الاداري للدوله زي ما الاعلام بيصوره ابدا انا بقول لحضراتكم عن تجربه عشتها اكثر من سنتين ده في ناس بتشتغل احيانا بيبقى عدد ساعات الرسميه للشغل 8 ساعات انا احيانا بقول له اشتغل 16 ساعه بيشتغلها بحب بوطنيه وبدقه وبعلم فلما يسمع في الاعلام انه بتوجه له مثل هذه الامور بيحبط فما تقدرش تستاذنه في شيء غير قانوني بيمشي بالود كده وبالحب للوطن ان معلش بعد الثمان ساعات تعالى اشتغل لك اربع ساعات يقول لي انا هشتغل اربع ساعات كمان وبالليل يطلعوا الاعلاميين يقولوا لي انت تعمل وتسوي فبقى الموضوع صعب ومؤلم وبقى في حاجه اللي هو ايه طيب هناك مشروع جيد يعني في مشروع حصل في مصر جيد والمفروض الاعلامي يخرج يفند هذا المشروع ويقول انه مشروع جيد بناء على معطيات هذه المعطيات واحد اتنين تلاته ايه انا مش عايز افرط قوي في موضوع ان انا اقول مشروع جيد يقولوا ان احنا بنطبل بقى وبتاع والجو ده الله طب ما دي الحقيقه انه مشروع جيد يعني ده ضعف شخصيه يا اخي هو مشروع جيد اقتنعت بناء على معطيات أنه مشروع جيد ليه ما طلعش تقول إيه اللي يمنعك لأنك بتقرأ على الفيسبوك أو بتقرأ بتخاف من شعبيتك أنت لا أنت تخاف من ربنا وتؤدي المسؤولية اللي قدام الناس أنا مش طالع أدي نصايح لحد أنا بنقل لحضراتكم تجربة عشتها بدقة عشان أعرف فين الخلل لماذا لا الدولة راضية ولا الشارع راضي والصورة يعني غير متوافق عليها وده أحسن وصف أو ألطف وصف ممكن نوصفه طيب غياب المعلومة على الإعلامي ما هي دي كمان بتعمل قصور دي بتخليه مش عارف فأنا مش ممكن أتخيل إن كل متحدث باسم وزارة مش قاعد من الساعة ستة لحد نهاية برامج التوك شو مش قاعد يسمع عشان في أي لحظة يدخل يصحح مش بيصحح وجهة النظر ولا يملك ولا أحد يملك أن يصحح وجهة نظر الإعلامي أو الصحف لكن يقول له الرقم ده يحتاج الى دقه. الرقم ده كان الادعى ان حضرتك تشوف السنه اللي فاتت كان كام واللي قبلها كان كام؟ تكلم عن فاكس عن حقائق. هل هذا يحدث؟ مش عارف. لكن كثير من الاحيان بنشوف يعني ناس في الحكومه مش راضيين عن الاداء الاعلامي. والعكس كثير من الاعلاميين مش راضيين عن التعامل الحكومي اما التجاهل واما مساله حريه الراي. طب خلونا نبحث عن حريه الراي المسؤوله حريه الراي التي تحترم الاخر حريه الراي التي تقدر عمل الموظف العام الوظيفه العام العامه دي طلع امر شق جدا برضه معلش هنقل التجربه الخاصه بيبقى موظف كبير ويعني لما بيدخل يعني الناس بتقف وبتاع بس في النهاية عنده معطيات انه سبعة الصبح يبقى عند على مكتبه وعنده 800 مشكلة واي مؤسسة حكومية نمرة واحد هو اللي بيشيل حل بقى مسألة صعبة في حين كمان انه مع كامل احترامي وتقدير للجميع وطبعا الوظيفة العامة شرف كبير بعض الكوادر الحكومية لو راحت القطاع الخاص انا بقول لحضراتكم دخلها ضرف عشرة ماديا يعني انا اعلم بالاسم وزراء لو سابوا الحكومة النهاردة بكرة الصبح دخلهم يبقى بملايين انا نفسي يعني من حبي فيها واعجابي بشخصيتها الدكتورة هالة السعيد اضمن انها لو خرجت من الوزارة بكرة الصبح انه الشركات العالمية كلها تتمنى رضاها باضعاف اضعاف المقابل المادي لكن هي طبعا تتحدث عن البعد الادبي كانت وزيره في الحكومه المصريه، لكن العمل العام شاق، وبالمناسبه في ناس كتير قوي بترفض فكره العمل العام لانه مش قادر على هذه القيود، ومش قابل برضه انه هو بالليل يتم التجريح فيه، انتقد، لكن مش بتجريح. طيب، وعلى الجانب الاخر ايضا اعلامي ممكن يقول لك انا خايف انتقد. انا انا مش عارف يحصل ايه، ممكن البرنامج يقف زي ما حصل معانا كده من 37 شهر وشويه. طيب انت ليه خايف؟ انت مش المفروض تخاف. مصر بلد يحكمها القانون. الله طب ما انت طالع تقول الكلمتين دول لكن التطبيق على ارض الواقع ممكن يختلف. هناخد كل يوم ده تجربه. هناخده معيار. هنشوف يا ترى كل الامور تناقش، كل الزوايا تطرح، كل الافكار، هل يمكن انتقاد اي شيء في مصر؟ هل يمكن انتقاد رئيس الدوله في الاعلام المصري؟ المانع هل القانون يمنع لكن كيف تنتقد وفي أي موضوع تنتقد وما المعطيات التي لديك كي تنتقد دي كلها أمور تدخل في إطار الأمانة لأنك مؤتمن على الشارع المصري رجل الأمن عنده مشكلة كبيرة أنه بيتلقى بيتلقى ردود أفعال الجميع في الشارع المصري فلو حضرتك قاعد في الاستوديو وقررت أنت تقول حكاية والحكاية دي تحدث أثرا في الشارع بصراحة مش الإعلام اللي هيشيلها قد يتحمل جزء من رأيه لإنه بيقابل الناس في الشارع لكن حفظ الأمن ده موضوع صعب جدا وأغلى سلعة تقدم للمواطن هي سلعة الأمن فبيبقى الناس معذورة بتبقى الناس الآن على السلم العام في المجتمع بتبقى الناس عايزة تطمن انه الشارع المصري اللي هو مؤتمن عليه اللي هو ادى اليمين كي يحميه يعني مش عرضه لاي قيل وقال ويحصل بلبله امر صعب تعالوا نقعد مع بعض تعالوا نشوف فين الصالح العام تعالوا ندور على المضمون قضيه بقضيه طيب طب انت بتقول الكلام ده بناء على ايه اصل دلوقتي برضه في حاجه في الاعلام الثانيه طالع يقول لك ايه ثم قالوا له قول هم متفقين يقولوا أخي ده أنت تلغي شخصيات وكيانات وكأن إحنا ليس لدينا مبادئ ولا أفكار ولا أي شيء ولا هذا يحدث. ليهم مبادئ وقيم بيتمسكوا بيها. وفي النهاية كلنا وطنيين. في النهاية كلنا نحب البلد ونشتغل عشانها. لكن اللي قال كده الرئيس السيسي نفسه. قال لك الإختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. ده منهج. يعني رئيس الدولة عندما يتحدث يضع منهج وعلى كل أجهزة الدولة مجتمعة أن تتبع هذا المنهج. نعم الاختلاف الحر الموضوعي المبني على قواعد مع الدولة مع الحكومة مع رأي قاله رئيس الدولة لا يمنع ده اللي قال كده الرئيس مش أنا. طيب هل هذا كله قابل للتطبيق في كل يوم؟ هنشوف. التجربة خير بناء لكن حقيقه اشعر ان هناك امانه كبيره جدا لهؤلاء تقع على عاتق هؤلاء الذين يخرجون على الهواء مباشره في الشارع المصري يمكن الصحافه طبعا فيها امانه وكل شيء لكن يمكن تداركها لكن الكلمه على الهواء لا يمكن تداركها دي امانه كبيره جدا انا عندي ناس في الشارع بتتاثر بالاعلام و و و واعتقد أنه الاعلام لا يقل في ضميره المفروض يعني عن القاضي اللي بيحكم ايه الخبر اللي يطلع وايه الخبر اللي ما يطلعش؟ الناس تسمع ايه في مصر؟ كيف تغذي الثقافه العامه؟ هل يعقل؟ والله انا احترت فيها حتى كتبتها يوم انه زواج مطرب وطلاقه في سنه يبقى عدد الاخبار الصحفيه بتاعته قد اللي طلع عن الدكتور مجدي يعقوب في عشر سنين؟ ايه ده يا جماعه؟ طب ما احنا اللي بنقري الناس ايه هل يعقل ان انا لما اجي اتكلم عن مشروع بعينه واشوف الطيار ماشي ان هو ايه انتقدوا هذا المشروع لا اروح برضه منتقد المشروع بحجه النجوميه ان هو موضوع سخن موضوع بيجيب مشاهدات اكتر لا يا جماعه في امانه وعلى الجانب الاخر احترام الاعلام مش رفاهيه احترام مهنه الاعلام والاعلاميين مش اوبشن مش مش يمكن للحكومه ان تؤديه او لا تؤديه الاعلام سلطه رابعه الاعلام يستطيع ان يسال يسال كل مواطن يعني له وظيفه حكوميه يتقلد منصبا عاما من حق الاعلام ان يساله والدستور والقانون كفلوا كده هل هنستطيع ان احنا نحقق هذه التجربه الموضوعيه في كل يوم قاعد حضراتكم ان احنا هنبذل كل جهدنا انا بشكر كل الناس اللي ساهمت في ان هذا البرنامج يعود. اعتقد انه الشركه المتحده ردت الاعتبار. لما البرنامج وقف اعتبرتها قضيتي. وبرجوع البرنامج اعتقد إنك كسبت القضيه. لكن رد الاعتبار كان مقدرا جدا جدا وكل المجهود اللي قامت به الشركه المتحده وكل زمايلي اللي اشتغلوا عشان البرنامج يعود على الهواء يعني ادوا عملا محترفا وسريعا في وقت ضيق جدا. كمان بشكر اسرة تحرير البرنامج اللي استمروا طوال فترة التوقف يعني على قلب رجل واحد كنا دائما نتواصل بس عندي ليهم نصيحة صغيرة. احنا يعني ايه عادة ممكن ندوس على رجل حد، نزعل حد، ننتقد حد، فالبرنامج ابتدى النهارده. اللي ناوي فيكم بناء على المرتب اللي هو بيقبضه يدخل في جمعية يجيب ثلاجة بالقسط، أنا أنصحه إنه يتمهل شوية. لسه بنجرب. فيعني ايه اتكلم خلينا نمشي شهر بشهر ايه كتير طيب خلينا نمشي عشرة ايام بعشرة ايام في واحد خبيث في ودني عمال يقول لي مشيها يوم بيوم واحد يقول لك فاصل بفاصل الدرجات دي انا عكيت في الاول ولا ايه طيب ماشي اذا يعني نحاول ان شاء الله ان احنا ما نزعلش حد لكن في قدر بقدر المستطاع وبقدر المتاح هنحاول نكون باحثين عن الحقيقة حتى وإن أغضبت البعض. الإعلام مش دوره إن هو يطبطب على حد. الإعلام يقول الحقيقة ويتحمل. أنا في يوم من الأيام كنت قاعد في استوديو زي ده. الساعة اتنين الظهر على الهواء. وكنا بنخلص شغل الساعة اتنين صباحا قبل 30 ست كنا حاطين ازاز اسود على عربياتنا عشان كان الاخوان محاصريننا هنا في المدينه. وقبل 30 ستة بيومين طلعت من باب الاستوديو لقيت فيه شخص لابس زي مدني وحاطط سلاح في جنبه وقال لي معلش استاذ خالد انا جاي من وزاره الداخليه. قلت ايه هم باعتين يقبضوا علينا ولا ايه الاخوان؟ قال لك لا ده احنا عندنا تعليمات تقعدوا في الفندق المجاور لمدينه الانتاج الاعلامي الى ان نرى انه انتوا تروحوا بيوتكم. أنا بحكي لحضراتكم تاريخ قريب، زملائنا الإعلاميين اللي كانوا في 30/6 كلهم عارفين المشهد، وكان الإخوان محاصرين مدينة الإنتاج الإعلامي بقوة وبمشهد صعب. طيب هذا الشخص خدنا وقعدنا في الأوتيل لمدة 11 يوم. كنا إحنا بنظهر بوشوشنا يعني كان الإخوان عارفين شكلنا حتى بعد انتهاء الثلاثة سبعة وما بعد ذلك كان خروجنا للعواصم الأوروبية أحيانا بنتعرض لإهانات كبيرة جدا ولحد اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها لو حد فينا كتب رأي على تويتر مؤيد الدولة المصرية بتشتم بأهله وباللي جابوه بكل حاجة ومع ذلك ده لا شيء ده لا شيء أمام ناس عايشين في وسطينا ضحوا بابنائهم احنا نقعد في الاستوديو ده انت فاهم المعنى ازاي يعني يعني انت قاعد بتتفرج عليه دلوقتي وجنبك محمد ابنك حاط ايدك عليه محمد دخل ثانوي وبعدين دخل كليه الشرطه ومحمد بقى ملازم او دخل الكليه الحربيه وبقى ملازم وملازم اول ورائد وعقيد وفجاه محمد راجع لك ملفوف في عالم مصر انتوا عارفين التمن ده قد ايه انتوا عارفين تمن ده قد ايه؟ طب هل لدينا من الرفاهيه ان احنا نفرط في حق دول؟ هو هو ما قالش شعارات بقى، يعني هو ما قالش بقى ايه اغاني ولا اناشيد ده راجل راح قدم ابنه. اقول له ايه؟ اقول له ايه وانا في اي مكان وانا في الاعلام وانا مهندس وانا طبيب وانا وانا في اي مكان بخدم الدوله اقول له ايه اقول له معلش احنا احنا يعني ضيعنا عيالنا ومعرفاش نحافظ علي البلد ده يرد مين لأ في تمن كبير الدفع تمن واقعي وحاجة كمان برضو في نفس الوقت خاصة في موضوع الحملات الرئاسية المتعددة أو الناس اللي يعني قالوا للإعلام سنترشح ضد الرئيس السيسي الرئيس إيه السيسي ده بتاع زمانه جماعة انتوا نسيتوا بس ولا الموضوع انا مش قادر افهم احيانا بلاقي فيه تجرؤ في الالفاظ شديد جدا ده السيسي بتاع 30 سته ثلاثه سبعه يا عمي انا موافق عمل مشروع مش عاجبك اطلع قول المشروع له عليه لكن انا بشوف ناس ما بتكلمش على الاعداء بقى الاعداء دول احنا فاهمينه انا بتكلم على ناس من حركات سياسيه موجودين في الشارع ويتجولوا بيعملوا فيديوهات كل حاجه التجرؤ باللفظ شديد جدا تاني انك تنتقد موضوعي ده حقك لكن يعني بالعدل انا هذا الخطاب اللي انا بشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الحركات السياسيه الموجود بي الموجوده بيننا الان ضد رئيس الدوله يكون بهذا الشكل وبرضه عشان يكون امين أنا ما بعتبرش أنه فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، أنا بعتبره السيسي، السيسي يا جماعة ال... ال... أنتوا نسيتوا؟ ده, ده إحنا جينا وقت كنا بن... وأنا بقول لكم وقائع كنا بنروح نقعد معاه ونقول له يلا ما كان أسهل شيء أسهل شيء بعد ما ينتهي من مهمة 3/7 قلت النيل وأقعد ملك معظم بطل شعبي وانتهى الامر على كده وتفضلوا البلد هي دوروها بقى زي ما انتم عايزين فيش احسن من كده بعد مشهد ثلاثه سبعه يعني كان السيسي هيمشي في الوطن العربي كله بطل بكل المعاني والتصدي للمسؤوليه ده بقى مش رفاهيه يعني مش هي طبعا شرف كبير وكل حاجه لكن امر صعب وشاق فبدانا نشوف خاصه مع بدايه الانتخابات الرئاسيه نوع من التجرؤ اللفظي تاني ما بتكلمش عن نقد موضوعي لكن في تجرؤ شديد جدا انا اسف بيصل في بعض الاحيان الى تجاوز طب ليه طب حمايه الرجل الذي تطوع لحمايه المصريين فقط من فكره الالفاظ التي لا تليق ده مش واجب امر غريب جدا وهي البطوله انك تعمل كده ثم حاجه كمان برضه طيب أنا بشتغل وبعمل مشروعات لأنه انتقل الرئيس السيسي من فكرة البطل للشعب الكبير إلى فكرة المدير الذي يدير أنا طبيعي أنا استلمت البلد في وقت صعب ثم أنا استدعيت لفكرة الرئاسة أنا 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 كنت قاعد أنتوا فجأة أنتوا اللي جيتولي أنا بقول لكم واقع كل زمايل الاعلاميين اللي في 30 سته جلسوا مع رئيس السيسي قبل المنصب مرات كثيره نتحدث عن فكره وجوده في السلطه لكن بعض الناس برضو بيجوا عند الرئيس المدير يعني اراد الرئيس ان يفتح كل الملفات كان سهل جدا في منهج العمل ما تخليهم بس عشر ملفات ونخلص وناخد بقى ايه شعبيه كبيره وخلص الموضوع سهله عدد ساعات شغل اقل مسؤوليه اقل هتوفر شويه فلوس تبسط بيها الشارع وخلاص وتتحمل الأجيال الجايه بقى وتبقى خلصت الحكايه سهله والترويج ليها اعلاميا سهل برضه لكن لا وحاجه تانيه ترفع الرئيس عن ذكر ازاي استلم البلد هو مش عايز يغلط في مش بتكلم عن فتره الاخوان ما قبل الاخوان هو مش عايز يقول انه الحقيقه هم في الملف ده كان كذا والملف ده كان كذا والملف ده كان كذا فكنا في الخطوه ناقص خمسه فلما يروح للخطوه خمسه من عشره هو عدى خمس عشر خطوات خمسه منهم تحت الصفر عشان توصل بس للصفر فبقى اللي بيتكلم مع السيسي في 2023 والتعليم اخباره ايه؟ طب بالراحه ما هو ما هو انت حاسبني بقى عن تطور التعليم في عشر سن أو تطور الصحة في عشر سن التطور الطبيعي انطلاقا من إيه؟ من حال الصحة في يوم ما توليت ولا أنت راجع لي سبعة وستين والنكسة تحاسبني عليها مش منطق بيقول كده طب ده هل ده يمنع أنك تختلف معايا في مشروع أنا عملته وانت ترى أنه غير ذي جدوى ده حقك مفيش كلام فحيانا أذهل من فكره النقد الشديد جدا خاصه في بدايه المشروعات. يعني اول من مشروع بيبتدي ويبقى المواطن يعني متضايق شويه من فكره ان الموضوع غير سلوكه اليومي او اثر على سلوكه اليومي بتحس أنه هو ايه؟ مش صح. اديك مثال. انا في طريقي دايما وانا رايح مكتبي بعدي على كوبري 15 ماي. انا فاكر مشهد لو زمايلي يجيبوه لنا يبقى عظيم جدا. أنا فاكر مشهد كوبري 15 مايو ده وهو عليه مسلح بآلي على الزمالك من فوق ماشي مسلح أهو الله ينور عليك مسلح بآلي في الزمالك فوق كوبري 15 مايو يعني دوسة واحدة منه تطلع 36 طلق 36 بني آدم يقعوا في الأرض ده كان المشهد كنا في اللحظه دي بقى انزل بقى يا سيسي واحمينا والدنيا و... وانت مش هتتحرك وبتديهم مهله يومين ده كلام انت معانا ولا معاهم ده اللي كان بيتقال كان المشهد ده اللي شغال اهو يعني المسافه بين السلاح واقرب بيت موجود امطار قليله طيب المشهد ده اتغير بقى بيصلح كوبري 15 مايو دلوقتي بيوسعه لاول مره اهو يا عم خلصنا بقى الكوبري والبتاع والدق ما, ما انا بعمله عشانك ده وقت الكوبري وده وقت مش عارف ايه هو انا بعمله عشان اخد شعبيه زياده مثلا طب هي اشهر وينتهي الموضوع وتستمتع بطريق انت ما كنتش بتستمتع بيه قبل كده امر غريب يعني يعني بتلاقي ان الناس يعني الذاكره مش جايبه من الاول احنا احنا في اخر لقطه ده اللي بيحصل دلوقتي طبعا حياتك اليوميه تتأثر الناس بتروح شغلها الصبح هيبقى في شويه زحمه بسيطه في ناس بتشتغل على مدار الساعه 24 ساعه بيشتغلوا بس المحصله هي ايه بقى هيبقى عندك عمار استحملنا بقى فده بيحصل في مشاريع كتيره جدا انه في البدايه يبتدي النقد اول ما المكنه تدور ايه العظمه دي ده انت الطريق وسع ده انا دلوقتي بروح من اكتوبر للتجمع فمفيش بس في الاول بقى اثناء العمل بتلاقي حاجات من هذا القبيل. حاجة تانية طبعا كلنا تابعنا الاحداث بتاعة غزة و حاجة ببالي جت حاجة ببالي طبعا كلنا تألمنا لما حدث وهيبقى عندنا يعني شرح تفصيلي لما يحدث في غزة لكن في حاجة واحدة بس فكرت فيها بعد تأثري بالمشهد طبعا الفلسطيني اللي يعني لن ينسى التاريخ ما فعله هذا الجرم الاسرائيلي في الشعب الفلسطيني لكن قلت يا جماعة أخبار المسترال والرفال إيه؟ قال لا ده خد ديون عشان يجيب الرفال والمسترال و... طب أخبارها إيه النهاردة؟ ها؟ هو أنت فاكر إن الدول لما بتتصل بالرئيس السيسي بتتصل بيه لأنه صاحب حضارة سبعة آلاف سنة وعنده الأهرام وبالهول؟ لا المجتمع الدولي لا يعرف إلا القوة اوعى تصدق انه في حاجه اسمها الامم المتحده العادله ده في ذهنك او في في خيال الناس اللي اللي مش على ارض الواقع مجتمع يحترم القوه انا عندي المسترال بتاعتي وموجوده وعندي اقوى بحريه موجوده في المنطقه او في الوطن العربي ابو لحيك معلومه اقوى بحريه موجوده في المنطقه او في الوطن العربي وقاعد وحامي ارضي وحامي امن القومي ولما بتكلم بتسمع طب ما انت حالتك لك ضعيفة لا بس حاسب انا من انا انا في البحر الاحمر وما عارفين انا مين انا في البحر المتوسط وما عارفين انا مين ودي حسابات ما بتكدبش يعني لا محتاجة اعلام يزودها ولا ينقصها دي حسابات حقيقية تعرفها كل اجهزة مخابرات العالم فلذلك لا تستغربوا انه رئيس سيسي يتصل بكل هؤلاء يا مؤمن كنت تصدق ان اردوغان بيطلب الرئيس السيسي عشان حل القضيه الفلسطينيه ده حصل كنت تصدق ده لو انا قلت لك من ست سنين ده حصل السؤال لماذا لم يتصل هؤلاء الزعماء برئيس كينيا ولا تنزانيا مثلا ما احترمنا لجميع الدول ليه اتصلوا برئيس السيسي فكر لانها مصر لأن الجيش المصري اوعى تقول لي اي شيء اخر اي شيء اخر معنوي ما فيش معنويات دلوقتي في مصلحه وفي قوه هكذا تحكم الدول هكذا تحكم المصالح الدوليه فلما تقول لي انه رئيس دولتك اتلقى 11 اتصال دولي وعربي واقليمي طب بيكلموه ليه لانه محور القضيه لانه ايا من كان على كرسي الحكم في مصر في رقبته الى يوم الدين القضيه الفلسطينيه ده امر مفيش كلام ده, ده ده اتفاق ودستور معروف تماما فلذلك الرئيس السيسي تحدث اليه زعماء العالم يلا عايزين نشتغل عايزين نشوف عايزين نوقف هذا هذا الامر عايزين عايزين حركه واتوقع ان هذه الحركه ستزداد يوما بعد يوم ليه ده حصل لان قوي طب ولما حصلت الأزمة الأمريكية الأوروبية الروسية أنت كنت فين؟ أنت خرجت منها بحرفية شديدة. وأنت مصادر سلاحك ما بقتش أمريكية بس. دي بقت أمريكية، فرنسية، روسية، وعدد كثير من دول أخرى. ده ليه؟ ده لأنك فاهم أنت بتعمل إيه. فبالتالي أنا ما عنديش نقطة ضعف. انا قوي اه انا اتكلفت كتير قوي عشان خاطر اعمل كل هذه الامور بس ليه اتكلفت عشان اللحظه دي الامن هو قبل كل شيء الامن هو قبل كل شيء اللي كان لابد من توفير الامن انت عندك علاقات لم تحدث في تاريخ مصر مع دول البحر المتوسط انت عندك ترسيم حدود تم بجراه شديده جدا نفعتك امنيا واقتصاديا لم يحدث في تاريخ مصر في ال30 40 سنه اللي فاتوا كل ده بينفعك دلوقتي كل ده وقت الازمه بيبان روحوا تصوروا يا طلبه المدارس جنب المسترال والرفال انتوا دافعين فلوسها كان لازم ندفعها في الاول كان لازم تتكلف الدوله عشان دلوقتي اقف على ارض صلبه واقول انا قادر احمي دي مصر ده الواقع اللي انت بتعيشه دون تزايد لذلك 11 اتصال تليفوني تلقاه الرئيس السيسي لان الرئيس السيسي تحت يده جيش كبير قادر وقت الجد يقول لا والصريعات الدوليه ما فكره الرحمه ده كلام بيقولوه في الجامعات امريكا ضربت بيت معمر القذافي بصاروخ من البحر المتوسط أمريكا ضربت السودان دون أمم متحدة ودون غيره. فكل هذه الأمور تخلي الناس التي تقود الدول خاصة إذا كانوا يعني يعلمون فكرة الأمن القومي يعرفوا تماما أهمية أن يكون لديك جيش قوي يحمي عشان تقدر تشوف مصالحك الاقتصادية وتحمي شعبك. هيبقى لنا يعني آه عدد كبير من القضايا هنناقشه مع بعض هذا هو برنامج كل يوم بيعود الى حضراتكم الاربع والخميس والجمعة على الهواء مباشرة من التاسعة مساء نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا نعود لحضراتكم مرة تانية أبلغوني زمايلي أن معي على الهاتف أستاذي وأستاذ أساتذة القانون الدولي في الوطن العربي الأستاذ الدكتور مفيد شهاب دكتور مفيد مساء الخير دكتور مفيد طيب نحاول الاتصال مرة تانية يعني بادرة الحقيقة مفاجأة لكن مرة تانية هنحاول نتواصل مع الدكتور مفيد شهاب إيه النهارده معانا الدكتور مفيد؟ طيب دكتور مفيد مساء الخير. مساء الخير دكتور مفيد. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور انا سامعة انا خالد ابو بكر يا فندم ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتورنا. دكتور مفيد حضرتك سامعني؟ أنا سعيد أوي إن أنا يعني البرنامج رجع تاني بعد توقف أنا سامعك كويس يا أستاذ خالد وأنت سامعني؟ سامع سيادتك فعلاً بتفضل و... وأستاذ خالد أنا الحقيقة استمعت لكلامك منذ بداية الحلقة الساعة 9 حتى الآن وأنت عرضت مجموعة من الأفكار و... وأنت صلحت طرحت... استاذ حضرتك لو توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون يا دكتور مفيد طيب وانت انت طرحت مجموعه من الافكار المتميزه جدا في كلامك ان انا ارجو ان شاء الله انها تخرج الى حيز التنفيذ العملي في الايام اللي هيذاع فيها البرنامج بحيث نتناول قضيه من قضايانا الوطنيه والقوميه ونستمع فيها لاراء المواطنين واراء الخبراء واراء المسؤولين بنفس القيم اللي انت طرحتها واهمها حريه الراي المسؤوله كما قلت في كلامك حريه الراي المسؤوله التي تحترم الراي الاخر وتستمع اليه لاننا في النهايه كلنا وطنيين ونحب بلدنا انما لا يمكن يكون كلنا تفكيرنا واحد نختلف في التفاصيل انما الهدف واحد حريه الراي المسؤوله الايمان بالراي الاخر واحترامه الاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه كما قال كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انت طرحت مجموعه من الافكار اللي انا سعدت جدا بها وتذكرت يعني لقاءات سابقه بيني وبينك يعني سواء اثناء مرحله الدراسه او بعدها لما كنا نلتقي في باريس أو في عدد من القضايا بعد ذلك أراك بنفس الحماس وبنفس الوعي وبنفس الكفاءة والخبرة والتواضع الشديد فأنا متفائل إن البرنامج وهو يعود برسالته النبيلة دي ومن خلالك ومن خلال الضيوف اللي هتستضيفهم والمواطنين اللي هتستمع إليهم يتحقق الأفكار الهامة جدا اللي أنت طرحتها في المقدمه المهمه جدا اللي استمعنا اليها أه قبل كده. يعني ده كل ده من يعني العلم الذي تعلمناه على ايديك يا دكتور. يا سيدي كتر خيرك يعني الحمد لله اذا كان الواحد ادى يعني دوره في التدريس فدي أنا يعني ادى ادى واجبه والحمد لله. انا اتمنى لك كل التوفيق بهنيك بعوده البرنامج. <تكلم> بهني نفسي بعودته لان انا من محبي هذا البرنامج وكنت يعني بتساءل لماذا توقف البرنامج الحمد لله ان هو عاد انا مستبشر خير ان هو ان شاء الله حي بنفس القيم اللي انت طرحتها وبنفس الموضوعيه اللي انت تحدثت عنها هنعالج قضايانا ومصر بخير وانا متفائل باذن الله انا بشكر سيادتك جدا يا دكتور مفيد واحترم كمان ويعني وجهه نظر حياتك في ان انت لا تريد الدخول في قضايا راهنه وبشكر حياتك على التهنئه ودائما وابدا سنظل نفخر باننا في يوم من الايام كنا في مدرج علم الاستاذ الدكتور مفيد شهاب شكرا جزيلا يا فندم شكرا جزيلا عفوا شكرا يا فندم الحقيقه الدكتور مفيد شهاب الناس اللي اثروا في حياتنا لكل القانونيين اللي اشتغلوا يعني تاثيرا كبيرا جدا والناس دي يا جماعه لما بتطلع بره لها ثقل كبير جدا يعني تبقى فخور وهو يلقي محاضراته في باريس وتستمع بكل فخر تشوف لما تروح مؤتمر دولي ومعك الدكتور او بصحبه الدكتور مفيد شهاب تبقى فخور انه في مصري بهذا الحجم الثروه البشريه المصريه لها ثقل كبير جدا وشوفوا حضراتكم يعني في دكاتره كتير جدا في كندا وفي امريكا وفي استراليا مصريين والله من امهر ما تتخيلوا فالحقيقه يعني انا كل شرف اني كنت في يوم من الايام تلميذ الدكتور مفيد وايضا الحقيقه النهارده كانت مفاجاه عظيمه جدا انه يعني اجرى هذا الاتصال برضه برضو زمايلي بيقولوا لي بس الاتصال ده بقى يعني حاجه لطيفه جدا بيقولوا فنانة زينه معانا على التليفون زينه مساء الخير مساء الخير ازيك يا خالد عامل ايه مبروك ازيك يا زينه عامل الله يبارك فيك عامله ايه وحشتنا والله وحشتنا طلعتك وبرامجك وكلامك وبدات البرنامج بطريقه عجبتني قوي الصراحه اهم حاجه انها عجبتك لا جدا جدا يعني اتكلمت بمنطق وعقل وما تحيستش لحاجه وكنت يعني واقعي جدا وانت بتتكلم وانا نفسي يعني اتشديت اتشدت للبرنامج قوي انا طبعا بتفرج عليك على طول وكنا مستنيينك حتى يا صاحبتي قاعده جنبي بتقول لي انا يعني كنت مستنيه البرنامج عشان يرجع تاني مم. فكلنا بنقول لك الف مليون مبروك و... وان شاء الله يبقى برنامج يحقق المطلوب منه وزياده ويخش عقول الناس و... ويناقش قضايا بشكل منطقي يقنع بيها الناس يعني مم. الاعلام فعلا زي ما انت قلت وظيفته ان هو يبقى مقنع مم. وطبعا اكيد لو محامي زيك محامي كبير طبعا زيك الموضوع بالنسبه له متهيألي هيبقى اسهل بكثير قوي في الكلام. زينا الفنان بيتاثر بهموم قضايا وطنه. إيه مش مش ممكن هتكوني معايا على الهوا واقول لك شفتي المشهد في الاراضي المحتله الفلسطينيه ازاي أه بص الحقيقه ان انا أه يعني عرفت الضرب اللي حصل من ناحيه حماس لاسرائيل الهجمات بتاعت أه وبعدين سافرت كنت بصور الفيلم الجديد بتاع استاذ خالد يوسف وطبعا ثلاث ايام شغل 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 انت عارف لما بيبقى فيه سفر بيبقى الواحد مشغول شويه فرجعت ما تابعتش قوي بس لقيت ان لما لما الناس قالوا لي ده في كذا بدات اتابع انا عموما بتعب يعني ما بقدرش اشوف اطفال بيجرى حاجه ستات بيجرى حاجه مشاهد قتل الحاجات دي ما بقدرش اشوفها انا نفسيا بتعب وبتاثر جدا وبيجي لي ضربات قلب يعني بنفعل مع الاحداث بشكل فالدكتور قال لي بلاش تتابعي الحاجات دي بس ما قدرتش يعني انا ما قدرتش فبصيت حاجه يعني مش توجع القلب حسبي الله ونعم الوكيل هو محدش هيقدر على الناس دي اكتر من ربنا وكمان الناس اللي في فلسطين الله يكون في عونها، الله يكون في عونها وقلوبنا معاها وعقولنا معاها و... يعني الواحد ملوش نفس يعمل اي حاجه بجد ولا منفصلين ولا الواحد ملوش نفس يخرج من البيت مش ملوش نفس ياكل. طيب انت انا انا يعني كلمتك انه الناس دي هيقدر عليها ربنا واكيد ربنا معانا وزينه انا بشكرك على اللفتة القيبة بتاعتك باتصالك بالبرنامج والتهنئه وزي اي مبروك يا خالد. ربنا أي مبروك. يبارك فيك وزي اي فنانه عربيه مصريه اصيله انت اكيد مهمومه بكل هموم وطنك العربي بشكرك شكرا جزيلا ربنا ينصرنا رب. مصر شكرا. شكرا شكرا مصرية. مبروك يا حبيبي ربنا يخليك طبعا القضيه الفلسطينيه يا جماعه غطت على كل شيء الحوار في البيوت المصريه هي القضيه الفلسطينيه القضيه الفلسطينيه غطت على الانتخابات الرئاسيه عندنا الموضوع مش قادر اقول لحضراتكم يعني كيف تاثر البيت المصري بما يحدث في فلسطين خلونا نشوف ابعاد هذه القضيه خلونا نشوف ازاي هنتناول هذه القضيه من منظور يبين لنا ويظهر للعالم كله اننا على حق وهم على باطل الى كل هؤلاء الذين يعيشون في غزه والذين يتحملون ما يتحملونه الان من كل بيت مصري قلوبنا معاكم واحنا معاكم وقضيه فلسطين لن تموت مهما جرى الزمن ومهما حدث ستبقى فلسطين عربيه الى الابد قضيه في اعناقنا الى يوم الدين خلينا ناخد السيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني سيد محمود مساء الخير حياكم الله يا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. اولا يعني اعتقد انه يصل اليكم تماما نبض الشارع العربي ونبض الشارع المصري الان في هذه الازمه بكل تاكيد بكل تاكيد اولا نحن بكل مشاعرنا نعتز بعمقنا العربي والاسلامي نعتز بشعوبنا العربيه بدولنا العربيه نعتز بهذا الموقف المتجدد دائما المتضامن مع فلسطين فلسطين التي تسكن قلب كل عربي وكل مسلم وكل حر في العالم نحن نحييكم من قلب المعاناه من قلب الالم نقول لكم نحن نقدر كل صوت عربي وكل صوت مسلم وكل صوت حر في العالم يقف مع فلسطين في هذه المحنه يقف مع حقوق الشعب الفلسطيني يناصر الشعب الفلسطيني في هذه المحنه التي يواجهها وفيها حرب الاباده التي يتعرض لها على يد الاحتلال الاسرائيلي. شكرا لكم. هو حق لكم وواجب علينا يا على كل كلمه كل تقولونها من اجل فلسطين. يعني مره اخرى هو حق لكم وواجب علينا لكن اسمح لي ان انقل لك الشارع المصري ببساطة بيسأل أسئلة يمكن حضرتك تكون أقدر على الإجابة عليها بقى إسرائيل اللي عندها الموساد واللي عندها الأجهزة واللي عندها الرادارات والتي هي محصنة أو تدعي أنها محصنة بقبة حديدية يوم 7 أكتوبر الصبح يحصل فيها كل ده أخي الكريم الدرس الأكبر وربما الأبرز الذي لا يريدون ربما أن يتعلموا ان القوه العسكريه الغاشمه قوه الاحتلال لا يمكنها وحدها ان تحقق امنا او سلاما او استقرارا للمستعمر وللمحتل <applause> الذي يمكن ان يحقق الامن والسلام والاستقرار هو فقط العدل الاعتراف بحقوق المقهورين الاعتراف بحقوق الشعوب انهاء الاحتلال هو الوصفه الوحيده التي يمكن ان تحقق الامن والاستقرار، لكن احتلال مع قوه غاشمه، مع قوه عسكريه مهما بلغت والتاريخ يعلمنا صحيح انه ما من احتلال استطاع ان يصمد امام اراده الشعوب، في النهايه لا يصح الا الصحيح والحق احق ان يقال والحق سينتصر والحق الفلسطيني ثابت واضح لا لبس فيه وهو سينتصر طال الزمان ام قصر طيب انا انا عايز بس طبعا انا متاكد انكم تدرسون المشهد بكل جوانبه لكن طبعا الاعلام الغربي كله يتحدث عن اسرائيل، المنظمات الدوليه كلها تتحدث عن اسرائيل وكان فلسطين غابت قضيتها تماما وغابت ضمير الانساني تماما، لكن المشهد اللي هم بيصوروه للعالم ان هناك قوات تهجم على المدنيين، طب كم من سنوات عانى منها المدنيين في فلسطين من هجوم مسلح على بيوتهم وعلى اطفالهم وعلى نسائهم. اخي الكريم نحن من حيث المبدا ننطلق من قناعاتنا وثقافتنا وقيمنا الدينيه والاخلاقيه والانسانيه، نحن ضد استهداف المدنيين ايا كان دينهم وايا كانت جنسيتهم وايا كانت اعراقهم لكن الذي فعلا يستهدف المدنيين هو الاحتلال الاسرائيلي. العالم يجب ان لا يغمض عينيه عن الحقيقه عن هذه الحقيقه. الابراج السكنيه والعمارات والبيوت والمدارس والمستشفيات وسيارات الاسعاف التي تقصف في قطاع غزه بالصواريخ وبالأسلحة المحرمة دوليا لا أتصور أنهم إلا مدنيين أكثر من 250 طفل وأكثر من 250 امرأة أليس هؤلاء مدنيون؟ صحيح المساجد التي قصفت هي مواقع عسكرية البيوت والأبراج السكنية التي قصفت هي مواقع عسكرية قطاع غزة كله من شماله الى جنوبه عباره عن كتله سكانيه مترابطه متراصه متصله كتله سكانيه صحيح 2 مليون و200 الف اكبر كثافه سكانيه في العالم كلهم مدنيون تمام طب اسمح لي ايضا اسمح لي لا احدا اسمح لي برضو هقول لحضرتك ببساطه شديده جدا ما يدور في الشارع العربي ماذا ستفعل الاسر في غزه إذا زاد هذا الهجوم وهل هناك أي نوع من أنواع التوجه إن هم يسيبوا أرضهم أو إن هم يعني يعني هيعملوا إيه؟ ما هو برضو خلينا واقعيين مع هذا الضرب الشديد بعتوا حاملة طائرات أمريكية أنا لا أفهم يعني يعني كيف ستواجه كل هذه الأمور وما الداعي لها لكن إذا استمر هذا العدوان بهذا العنفوان وبهذا الشكل ماذا نحن فاعلون؟ لا يوجد أخي الكريم، لا يوجد فلسطيني واحد على استعداد أن يترك أرضه ووطنه مم هذه الأرض أرضنا وهذا الوطن وطننا وليس لنا وطن سواء لا يمكن أن نذهب إلى أي مكان في الدنيا حتى رغم المعاناة ورغم الألم ورغم القصف والاستهداف والقتل نحن باقون في أرضنا باقون في وطننا ليس هناك وطن آخر محاولات الإبادة الجماعية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني من القدس إلى الضفّة الغربية إلى قطاع غزة. هذه الحرب البشعة التي عمرها أكثر من 75 سنة. صحيح. منذ النكبة إلى اليوم. طيب استكمالاً أيضاً لأسئلة الشارع. محو الشعب الفلسطيني لم تنجح. صحيح. بقي الشعب الفلسطيني. يعني لو أن هناك مبنى سكني. في هذا المشهد. صحيح لو أن هناك مبنى سكني مكون من عشرين طابق. وكما و نرى صوره الدمار الذي لاحقه جراء هذا العدوان الغاشم اين يذهب هؤلاء يعني قل لي صف لي المشهد على الارض بتعملوا ايه عشان الناس دي يعني تعيش حياتها الطبيعيه او تعيش حياتها المؤقته الناس في قطاع غزه يعني الان يمكن تقريبا بلغ عدد النازحين ممن استهدفت بيوتهم اكثر من 300 الف نازحين لفين في داخل قطاع غزه في يعني داخل خرجوا قطاع. من قطاع غزه الى الضفة. يعني الى الى المدارس لا 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 الى داخل القطاع داخل الى المدارس الكتار. الى المدارس الى مراكز ايواء في تابعه لمؤسسات دوليه او مدارس وكاله الغوث وهي بالكاد تتسع لنصف هذا العدد لكن يعني نحن نتواصل مع الناس نسال عنهم نتابع اخبارهم أه كثير معظمهم صحيح في لكن, لكن اي 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 مبنى اي مبنى في غزه حتى وان كان به من المدنيين او السكان هو معرض للقصف في اي لحظه لا يوجد مكان في قطاع غزه من مساكن الفلسطينيين ومؤسسات الفلسطينيين امن من الاستهداف الاسرائيلي اسرائيل جيش الاحتلال اخي الكريم يستهدف كل شيء يستهدف الحجر والبشر والشجر يستهدف كل مظاهر الحياة الفلسطينية وهم قالوا هذا الكلام علنا انهم يستهدفون كل شيء في قطاع غزة لكن الفلسطيني بإذن الله لا ينكسر يألم يواجه البلاء يتعرض للخسائر يتعرض لمآسي يعني اليوم أنا قبل قليل كنت مع أحد المواطنين الذي فقد صباح اليوم أسرته الأسرة الكا... كاملة أبناءه الثلاثة وشقيقه وأبناء شقيقه الثلاثة في ضربة واحدة الناس تعلم تحزن ولكنها لا تنكسر بإذن الله. سيد محمود يعني, يعني أرجو, أن أرجو, أن أن تنقل أرجو أن تنقل إلى أهالينا في غزة أن كل بيت مصري يشعر بكم أن كل بيت مصري يقف معكم إذا كان هو هذا قدركم فهو قدرنا جميعا فلسطين ستبقى عربية وبإذن الله تعالى سنقف جميعا وسنحتفل في يوم من الأيام طالت المدة أو قصرت بعودة الحق لاصحابه وعوده الاراضي الفلسطينيه. السيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبارنا النهارده عندي ضيف مهم النهارده وهو المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر. بالمناسبه الانتخابات الرئاسيه في مصر الاعلام دوره فيها رقيب. انا مش مع الحكومه ولا مع الدوله. أنا مع الناس أنا لا أمثل إلا الناس فأنا دوري إن أنا أستضيف كل الناس هنا وأسألهم كل الأسئلة الناس بتقولها أنت رايح تترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية ده موضوع وبالتالي كل يوم هنحاول بقدر المستطاع إننا نستضيف أحد المرشحين المحتملين هطلع فاصل وأرجع أستقبل ضيفي بعد فاصل قصير خليكم معنا حازم محمد سليمان عمر وشهرته حازم عمر النائب بمجلس الشيوخ ومؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري الذي قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسيه متجاوزا لكل المؤشرات والتوقعات ومصمما ان ينال فرصته في ذلك الاستحقاق مستعينا بخبره ورصيد سنوات من العمل السياسي الحزبي والنيابي ولد حازم عمر في الثاني عشر من أغسطس من عام 1964 بمحافظة القاهرة وحصل على بكر اليوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1986 ويشغل بمجلس الشيوخ مقعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية يصف حازم عمر حزبه وتوجهه السياسي باليسار الوسط، مستلهما برنامجه الانتخابي من برامج قادة الدول التي حققت طفرة في بلادها، واستطاعت تلك الدول كما يصفها، في التحول من مرحلة التعثر في سداد الديون إلى أن تكون عملاقا اقتصاديا وصناعيا. ترجع جذوره إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية وهو سليل عائلة عمر وهي عائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 2023 لم يكن حصول عضو مجلس الشيوخ على رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية إلا تتويجا لاهتماماته لسنوات بهذا الملف فقد فتح حازم عمر منذ تسعينيات القرن الماضي قنوات تواصل على مستوى العلاقات الدوليه مع العديد من قاده الدول والسياسيين البارزين ويسعى حاليا من خلال منصبه للحفاظ على علاقات متوازنه ومتميزه مع الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا ودول الشرق الاوسط والولايات المتحده الامريكيه ودول امريكا اللاتينيه وافريقيا شارك في اتفاقية الميركسور في عام 2009 مستشارًا مع وزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد، وله إسهامات مختلفة بالأفكار والآراء في العديد من القضايا الداخلية والخارجية على المستوى السياسي والاقتصادي. بنعود لحضراتكم مره ثانيه واسمحوا لي ارحب بضيفي المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر اهلا وسهلا وشكرا على تلبيه الدعوه. اهلا وسهلا استاذ خالد ودايما نكون سعداء بالتواجد مع سيادتك. ربنا يخليك. مهندس حازم حازم قبل ما ابدا بس عايز اقول لحضرتك حاجه للتاريخ. الكاميرا دي بتبقى شاهد دائما على ما نقول. صحيح. بتسجله للاجيال القادمه والتي تليها، فالكلام اللي حضرتك هتقوله النهارده هيسمعه ابنائك واحفادك فيما بعد والان يسمعه الشارع المصري والعربي وانت مرشح محتمل لرئاسه جمهوريه مصر العربيه، يا له من شرف. جت منين الفكره دي؟ الحقيقه ان ده النتاج الطبيعي لاي حزب يكون وصل الى مرحله النضج السياسي. الاحزاب عندما تصل الى مرحله النضج السياسي هي الرحم الطبيعي لافراز المرشحين. وده القاعدة العامة غير ذلك هو استثناء عندما يكون هناك أحزاب تشعر بأنها اكتسبت من الخبرات المتراكمة ولديها من الكوادر القادرة أن تحجم أن تفرز مرشحين للحكم ده استثناء مش طبيعي ولذلك تجد أن المفرزة الرئيسية في كل الدول الديمقراطية هي الأحزاب ولكن ليس كل الأحزاب الأحزاب التي صقلت نفسها بالخبرات يعني من عشرين عشرين تاريخ تأسيس الحزب أعتقد؟ لا الحزب تأسس في 2012 في 2012 2012 وحضرتك انضميت اليه امتى؟ لا انا ما انضميتش انا المؤسس حضرتك المؤسس انا مؤسس 2012 الحزبة. وانت حاطط في بالك انه هناك هدف بأنه رئاسة الجمهورية لازم يكون عندنا مرشح الأحزاب بيبقى ليها برامج مم. وتسعى لتطبيق برامجها مم. وبيكون فيها خلاصة فكر ليه ليه في البرامج دي أنها ترى أنها الأنسب للمجتمع الذي تعيش فيه يعني منذ نشأة الحزب وفكرة أننا سيأتي يوما لننافس على هذا المقعد موجودة ولا في هذه الدورة لا هي موجوده ولكن بجدول زمني وبخطط استراتيجيه مم. تتدرج يعني محدش بينشئ حزب ويقوم بعد كده نازل يترشح مم. على رئاسه جمهوريه لان الشعوب لا يقامر بمستقبلها. صحيح بس ارجع لي ورا شويه أه. فكره نشاه الحزب او انشاء الحزب كانت أه. فكره مين؟ فكرتي لما حصل بعض الاحباط لما شفت السلطه التشريعيه في يناير 2012 ذهبت الى آه يعني فصيل يعني لا يمثل هويه مصر. جماعه الاخوان الإرهابية تمام وشركائهم وشركائهم وتحالفاتهم ولكن قلت لا باس املنا في السلطه التنفيذيه مم. عشان نقدر نوازن مثل هذا ال 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 الواقع. جت السلطه التنفيذيه في شهر يونيو 2012 مم. ذهبت الى نفس الفصيل مم. هنا جات لي الفكره لا ما فهمتش اي سلطه تنفيذيه تقصد رئاسه الجمهوريه اه يعني عندما تولى الاخوان رئاسة الجمهورية. رئاسه الجمهوريه تمام والحقيقه مم. كنت وده كان وجهه نظري انهم لا يستطيعوا وليس لديهم خبرات مكتسبه ولا خبرات تاريخيه ما كانوش من دولاب الدوله ما يقدروش يتعاملوا مع مؤسسات الدوله ما عندهمش الخبرات المتراكمه اللي يقدروا يتعاملوا بيها مع تحديات صحيح. بحجم التحديات اللي بتواجهها دوله ضخمه بحجم جمهوريه مصر العربيه. م. فالحقيقه هنا جت الفكره لانشاء الحزب. م. وانشات هذا الحزب لكي يكون حزبا معارضا وده كان طبيعي ان يكون حزبا معارضا معارضا ما هو من الاسم انا يعني ما خدتش الاسم ده آآ يعني آآ صدفه حزب الشعب الجمهوري احنا اخترنا الاسم ده تبركا بالحزب الذي انهى على الفاشيه الدينيه مم. في الدوله العثمانيه مم. فبالتالي اسم الحزب يبين توجهه انه مم. هو حزب ليبرالي اجتماعي من كان معك في تاسيس الحزب؟ كان مع إحنا استعنا بالخبرات ليه بقى؟ لإن إحنا من اليوم الأول إحنا مؤمنين أن حضارات مصر وخبرتها متقطعة لو كانت حضارات مصر وخبراتها متصلة لكانت مصر تقود العالم أجمع الآن إحنا بنؤمن بالخبرات وبنؤمن بالدراسة والتعمق بعيدا عن الضجيج أسهل أنواع العمل السياسي البداية لأي حزب ناشئ أن يكون معارضا لأن المعارضة هي عمل سياسي سهل مقارنة بأن تعد نفسك لتحمل المسؤولية طيب من 2012 لحد النهاردة كان للحزب دورا أكيد على الأرض في القضايا اللي بتهم الوطن لكن إيه هي صور المعارضة اللي كانت من 2012 لحد الوقت أه احنا كنا نصنف انفسنا طبيعي اي حزب خارج حزب الاغلبيه العالم ينظر اليه كحزب معارض لانه ليس داخل الاغلبيه يعني اذا كان إيه حزب هو حزب الاغلبيه مش النهارده عندنا حزب اغلبيه موجود إيه في البرلمان حزب مستقبل وطن اه تمام فانت تصنف مستقبل وطن انه حزب الاغلبيه هو هو بالفعل الاغلبيه الان في عددا في, في التمثيل النيابي في التمثيل النيابي تمام. ما هي الاغلبيه بتاتي بالـ بالـ تمام. بالعدد فهم يمد... يعني لهم اكثر من 50% في غرفه البرلمان مستقبل وطن هم معارضه ده الطبيعي ده ده دل... الكتاب بيقول اه اه ولكن احنا بنصنف انفسنا نتيجه الظروف المختلفه والظروف والتحديات الاستثنائيه اللي مرت بيها مصر ان احنا حزب اصلاحي واذكرك بلقائنا من ثلاث سنوات حزب. لما قلت لسيادتك ان احنا لينا تحفظات ولينا حاجات كنا بنتكلم فيها ولكن احنا علشان كنا بنجهز انفسنا للنضج للوصول الى اعلى مستوى من النضج السياسي إن احنا كنا نبتعد عن الصخب والضجيج والشو أو يعني اللقطة يعني أنت تقيم حزبك الآن أنه في أعلى مستوى من النضج السياسي وصلنا ونطمئن لأننا لن نقامر بمصير الشعب المصري عظيم جدا طبعا زي ما حضراتكم شايفين الرونق العام واللغة يعني شيء مشرف وشيء عظيم جدا لكن بلغة الناس البسيطة أنت ترشح ضد السيسي لا. طب أنت إيه الزيادة اللي عندك عشان تنتخبك وما تنتخبش السيسي لا هي تواصل الخبرات وتسليم الأجيال أنا من جيل الوسط إحنا محتاجين إن إحنا يكون عندنا ثراء وعندنا رؤى مختلفة كلها تصب في صالح المواطن ونجتهد ونتنافس على حب الوطن أنا ممكن أقول الكلام ده عادي أو ممكن نقوله أيوة. وقت طويل بس عشان الشارع بيسمعنا دلوقتي أيوة. من الواضح اتفقنا واختلفنا في ناس بتتفق مع رئيس السيسي وناس بتختلف مؤكد. بس في النهايه هو له رصيد كبير جدا من 30 ستة باعتباري لا نختلف يعني هو, هو مرشح سيسي يعني. هو مرشح قوي وهو ف... اقوى المرشحين عظيم وهو هندخل المنافس الرئيسي. في فكره من اقوى ومن اضعف لكن هي الفكره مرشح. دلوقتي في فكره انك الان في هذه المعركه هي معركه نعم. تريد اسقاط الرئيس السيسي وحضرتك تفوز شوف حضرتك دي ترجع الى الناخب الناخب هو بيشوف برامج كل واحد ويقتنع بها وكل مرحله ولها دوافعها يعني هناك مراحل يعني المواطن يقول انا ساعطي صوتي الى هذا المرشح وهناك مراحل اخرى في عمر الدوله يعني احنا كان عندنا تحديات لا أمنية حلوة النقطة اللي أيوه كان عندنا في العشر سنوات الماضية تمام. تحديات أمنية ضخمة لها جدا متطلبات معينة فكان في كانها متطلبات رئيس الدولة. المواطن يشعر بالاطمئنان عندما يقول أنا تحدياتي وأولوياتي هي أمنية فبالتالي انا يعني الرئيس الحالي هو موجود بصفته خبير في النواحي الامنيه ولا خبرات النواحي الثانيه لا متراكمه وحياته و... بس انا مش عايز اتكلم على الاخرين عايز ما اتكلم عن نفسي انت بتقنعني أيوه. وبتقنع ولكن الشارع دلوقتي ولكن هذه المرحله عشان ننتخب هذه المرحله اعتقد ان التحديات عندنا تحديات مختلفه عن التحديات الماضيه عندنا تحديات اقتصاديه ضخمه جدا صح دي واحد وعندنا تحديات اخرى كان يعني مش هي الاولويه الان اصبحت اولويه آه. وهي تكريس دعائم الديمقراطيه واليات الانتقال السلمي للسلطه، آه. هتعملها امتى وانت الدستور في 2030 بيقول خلاص مم. مفيش تاني، هل هنرجع الى الديمقراطيه التي تمارس دون ان يكون هناك بنيه تحتيه سليمه باسس عشان تؤدي الى افراز من لا يصلح صحيح انت ترسخ للفكره في حد بالضبط عظيم فلا بد تشتغل من دلوقتي احنا آه. طول عمرنا احنا حزب الشعب الجمهوري دائما وابدا نعمل على خطط واهداف استراتيجيه وجدول زمني مفهوم بس يعني بس الان حضرتك بتقول من باب تداول سلمي للسلطه بشكل شرعي لابد ان نخوض التجربه ده اللي انا فاهمه طبقا لاولويات الدوله عظيم. احنا حزب داعم للدوله المصريه يعني مفيش حد على ارض مصر مش داعم للدولة المصرية بمفهومها العام اصل في ناس بتفهم الامور دي بشكل خاطئ الحكومة شويه هي ممثل الدوله المصريه، الدوله المصريه دي اشياء كثيره جدا بالظبط، نحن داعمين, دا داعمين للدوله المصريه بمؤيدينها ومعارضينها وباختلاف اتجاهات عظيم جدا، لكن حضرتك قلت جمله وهنطلق منها، قلت أيوه. كل مرحله ولها كاركتر معين، لها آه يعني مواصفات معينه في من يتقلد الحكم صحيح المرحلة القادمة وده اعتقد انه سبب بديهي اقتصادية بامتياز وبالتالي من هو موجود الان يعني يستحسن ان يكون حازم عمر بدلا منه اقتصاديا لا احنا بنقول ايه احنا بنطرح افكار مختلفة وتوجه مختلف احنا توجهنا يسار الوسط احنا حزب وسطي يميل قليلا الى اليسار م. تمام برامج الحكومة المصرية في العشرة سنوات الماضية هي برامج تميل الى اليمين م. هناك اختلاف بنطرح هذه الاختلافات ولكن احنا لا نختزل الحقيقه وال والافضل في يدينا نطرحها للمواطن والمواطن والشعب هو السيد وهو الذي يقرر صحيح فسيادتك بدراستك لهذه البرامج تعتقد انها هي الافضل في التطبيق الان ب بمحددات ومعايير المجتمع المصري بالذات من حيث نسبه الفقر ونسبة البطاله ومتوسط دخل الفرد ويعني المحددات والمؤشرات بتاعتنا كلها نحن نعم نميل الى يسار برامج يسار الوسط اكثر من برامج اليمين طيب عشان بس المتلقي دلوقتي يعني كلمه يسار الوسط دي ممكن تكون يعني صعب عليهم آه. ان إحنا عايزين نقول إن إحنا بنقول ايه نحن نرى ان الفتره الماضيه كان بها عيوب ضغوط يعني... اقتصاديه لا ده, ده مفهوم آه. لكن لكن انني انافس فبالتاكيد انا رايت انني افضل ولا انا برامج نطرح برامج مختلفه أفضل. الموضوع ليس شخصي لا انا ما بقولش افضل، هذا انا افضل هذا, هذا المنهج انا عن شخصي لا هذا المنهج بيك... هو افضل من المنهج المطبق بالظبط عظيم جدا ما هو العوار في المنهج المطبق؟ آه... العوار سيصيب آه... الطبقه المتوسطه وهي معرضه للتاكل ودي فيها خطر مجتمعي كبير. ده تراه الان؟ آه بدات بدات بوادرها. مم. وايضا فيه حجم من الضغوط فوق احتمال الطبقات الضعيفه. مم. والحلول اللي بتقدم من الحكومه هي حلول انت ليه دايما بتقول الحكومه؟ ما هو الحكومه يراسها الرئيس. السلطه التنفيذيه. يعني أه نحن أمام مرشح ملتزم أدبيا بشكل كبير أه أه هي حلول مش مستدامة ليست مستدامة يعني م. أن أنا أدي أه علاوات استثنائية أدي مش الحل. برنامج م. ليس هذا هو الحل الحل هو الإصلاح الهيكلي للإقتصاد بشكل كبير وشفنا الكلام ده حصل في دول قبل كده كان عندها تحديات يا استاذ خالد اكثر صعوبه من مصر. م. ومجتمعها قريب والبوادر اللي كانت عندهم كانت شبيهه جدا باللي احنا داخلين عليها. وشفنا التطبيقات دي وانا ليا تجربه شخصيه بشكل شخصي في هذا الامر وشفنا تحدياتها وتحديات التطبيق والكوركشن او الاصلاح اثناء التطبيق اكتسبنا بعض الخبرات نرى ان احنا نستطيع ان نواجه في كتير بيطلعوا يتكلموا يقولوا احنا داخلين على كذا والديون وصلت كذا وهنعمل كذا لا هناك حل نقدر نقدر ولكن ما هوش حل سحري م احنا برنامجنا مفصل وبخطه محدده طب ومن قال ان ست سنوات القادمه بالنسبه للرئيس الحالي بما يعني يساعده من وزراء قد يغير من الخطوط العريضه في الاقتصاد ويغير من الخطه وينجح. وارد هو مرشح وله كل الحق في هذا؟ لكن وانا الفكش. كمان مرشح ولي الحق في هذا لكن عايزك شايف ان رؤيتك او دراستك او او ما تطرحه من منهج اقتصادي تثق تماما به اه تؤمن به اؤمن به طيب. فطالما اؤمن به فانا اعمل في اتجاه ما نؤمن به عظيم أول ما المحرك قلتولي أنه لن يكون هناك إصلاح بين يوم وليلة اه احنا طيب. خطتنا ايه الخطة الخطة بتاعتنا ليه زي ما قلت حضرتك احنا دايما نشتغل على خطة وأهداف وجدول زمني ماشي. جدول الزمني بتاعنا ثلاث سنوات ثلاث سنوات على المؤشرات الحالية محتاجين ثلاث سنوات هو حدوث حجم ديون مصر الدين الداخلي ولا الدين الخارجي لا الانترنال الخارج. ديت ولا الاكسترنال ديت لا الخارجي الخارجي داخلين على 168 مليار دولار فاحنا ثلاث سنوات بنتكلم ثلاث سنوات لكي نخرج من العثرة أوه. هي دي عنصر ضاغط ضاغط على حاجات كتيرة قوي ضاغط على هيكل المالية العامة مفهوم كيف نخرج من هذه العثرة في خلال ثلاث سنوات زي ما قلت ثلاث سنوات هتشتغل بخطة اولا بالسياسة من ثلاثة يعني محاور محاور او تمام. ارتكازات زياده الانتاج رفع كفاءه استخدام الموارد انت عندك موارد تستخدمها هنا تستخدمها هنا تحط هنا قد ايه تعمل هنا ايه رفع كفاءه استخدام الموارد تخفيض الفاقد والهدر في كافه القطاعات الاقتصاديه دي السياسه العامه اللي هنبتدي نخش بيها بقى في هيكل الاقتصاد والخطه مبنيه على تمن عناصر طب انا هستعير جمله من منافسك الرئيس الحالي أيوة. رئيس الدوله وبيقول لك لما تطلعوا في التلفزيون وتقولوا زياده الانتاج والنبي بيقولوا لنا ازاي ايوه ما هنا بقى الثمن قطاعات آه. لان ما ينفعش اتكلم على حاجه الاقتصاد معقد وشائك مم. ما ينفعش انا اخش اقول كلمتين واقول كده نحلتها صحيح. يبقى احنا كده ناس سطحيين في زياده الانتاج ما ده السياسة العامه تمام. إزاي؟ عشان اوصل لها بقى أيوة. لازم اخش على ثمان قطاعات بالتوازي مم. لو اخفقت في واحده منهم مش هوصل لزياده الانتاج مم. ايه هم الثمانيه اللي هم الاساسيين واحد هو هيكل الماليه العامه اللي هي الموازنه العامه مم. ودي لازم ان انا اعيد هيكله الاعباء الضريبيه مم. ليه علشان يتحملني المجتمع لما اخد اجراءات لتقليص عجز الموازنه اعاده الهيكله تعني بالتخفيض تخفيض لطبقات واضافه ما انا كده مش عارف حضرتك عجز الموازنه المحقق في العام الماضي كان كام م. 588 مليار جنيه عارف حضرتك الموازنه الحاليه اللي هي التقديريه المحطوطه اللي هي لسه هتنتهي في 30 م. 6 2024 متوقع عجز الموازنه كام م. 800 24 مليار جنيه مم. ودي متع معموله على اساس سعر الصرف الحالي وبالتالي ستك يعني بتقول معرضه للزياده طبعا ستك بتروح يعني على تريليون تغيير في الهيكل الضريبي بزياده بعض الشرائح وبخفض باخرى مش بس الشرائح المجتمعيه ولكن ايضا على السلع ويعني انا النهارده برنامجنا بيتبنى تخفيض الضرائب فاكر لما اتكلمنا من ثلاث سنين وقلت لك إن أنا نسنا مع الضرائب الغير مباشرة صحيح. والغير عادلة صحيح. لو تتذكر وإحنا مع الضرائب المباشرة العادلة م. التي يتحملها المواطن أوه. لكن ما اقدرش احط ضريبه غير مباشره واطبقها بنفس المعايير وبنفس المقدار على اغنى الاغنياء وعلى افقر صحيح. الفقراء صحيح فاتوره التليفون عليها ضريبه الجميع اللي هي بيدفعها هي ضريبه القيمه المضافه صحيح. ودي كانت خلاف بيننا وبين الحكومه مم. ولكن النهارده ضريبه القيمه المضافه بتمثل حوالي قرابه 400 مليار دخل تمام للدولة ما اقدرش دلوقتي انا هخفض على ايه هخفض على الغذاء والدواء وما غير ذلك من خطوات في فكره الاصلاح الضريبي ده واحد من ثمانية يعني. وارفع على السلع الكماليه والترفيهيه ده واحد, ده واحد من محاور زي ما في ده واحد من محاور محاوله ده تاني؟ المحور الثاني هو الصناعه م. لازم ادي حوافز للصناعه اللي هي بتوطن لي التكنولوجيا او بتعمق لي التكنولوجيا وادي حوافز للصناعه لازم ما اديش الحوافز كده بشكل مطلق. مم. الحوافز تزداد وتقل مم. تتدرج. حاله بحاله يعني اه مم. انا عندي ضغط معين وعندي اهداف كدوله. مم. انا عاوز ارفع نسبه تغطيه الصادرات للواردات من 62% حاليا الى 80% على ثلاث سنوات مم. بواقع 6% في السنه مم. يبقى انا عاوز اعمل يعني ايه؟ انت عايز تزود الصادرات من 62 ل 80% مش شرط مش شرط ازود الصادرات آه. انا عايز تغطيه الصادرات للواردات تصل الى 80% بدل ما هي 62% اتفاقا بالصناعه المحليه تقصد اما بزياده الصادرات أوه. واما بزياده الانتاج وطرحه في السوق المحلي بس انه انتاج م. اللي يقفل لي جزء من الفاتوره الاستيراديه يقلل لي الفاتوره الاستيراديه طب هذا الامر يحتاج الى اموال يعني يحتاج ان تملك الدوله مالا كي كيف خش بقى على العنصر الثالث وهو تمام. الاستثمار اه احنا عندنا برضو بعض التشوه في في الاستثمار التشوه طبعا النهارده ومن كان سبب هذا التشوه بص انا مش عايز اتكلم من كان سبب احنا بنتكلم دلوقتي على واقع انا رجل عملي اتعامل مع الواقع وافكر في الحلول هكذا تعلمت في كليه الهندسه مم. لديك مشكله او معضله ما تقعدش تقول انا بقاش مرشح رئاسي محترم لو قعدت اقول اصل لو كان ومش لو كان مم. هذا واقع اتعامل معه كيف ساحله بس هذا المنهج السابق تنتقده يعني انت الان تقول لا, لا أنا تطبيقه لن, الان لن, لن, لن يفيد لن يفيد لن يفيد لن يفيد لكن لا تتفق بدليل سيفيد شعبويا وكلام ونخش أوه. في متاهه وكلام لا انا هستخدم نفس مش الوصف. بتوع كلام لا احنا بتوع شغل إذن كي نزيل هذا التشوه ده وصف حضرتك نعمل بالزبط. ايه بالظبط احنا عندنا الاستثمار عندنا معوقات طول ما عندك تشوه سعر صرف الاستثمار فيه صعوبات وطول ما عندك ندره من العملات الصعبه لانه عاوز ارباح ويحولها ده يعني اذن ده المعوق الثاني تمام. وعندنا المعوق الثالث وهو البيروقراطيه عظيم دايما كده الفكر الهندسي انك تفك المشاكل الكبيره الماكرو الى مشاكل صغيره وتبتدي تشتغل عليها واحده واحده احنا قلنا ثلاث حاجات خطيره جدا بالظبط فرق سعر الصرف تشوهات سعر الصرف والبيروقراطيه والبيروقراطيه وندره العملة الصعبة, الصعبة. هنعمل ايه بقى في مهمة التلاتة؟ حلوة أوي كلهم دي عندنا مخرج اصلا دايما فضل. يقولك لازم نطلع فضل اتفضل المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر الشكل العام به رونق الاداء يعني واضح ان الحزب او يعني من يقفون خلف المرشح الرئاسي المحتمل ذاكروا كويس عشان يطلعوا يقولوا كلام للاعلام وللشارع المصري يبدو جيدا لكن التطبيق او في التفاصيل هنا هي التحدي وهنا هي دي الصعوبه مع دائما ادب جم في الحديث عن شخص هو يريد ان يخسر الانتخابات ويكسبها هو مش عارف يعني ازاي هيمشي في الحمله الانتخابيه حتى الاخر محافظا على هذه النغمه لكن انا مستمتع جدا بحواري مع المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الحوار مقر حمله المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري خلية عمل على مدار الساعه بهدف التواصل مع الجمهور للتعريف بمرشحهم والاستماع لمطالبهم على مستوى محافظات الجمهوريه عملنا دورات تدريبيه لكل امناء المحافظات في 27 محافظه عملنا محاضرات عن اساليب اداره العمليه الانتخابيه داخل المحافظات واساليب الدعايه داخل المحافظات واساليب التعامل مع المواطنين في العمليه الانتخابيه كلها 27 محافظة جدا كل الأمانات أمين الشباب أمين المرأة كل الأمانات وديناهم محاضرات لمدة أسبوع بالتتابع الحقيقة احنا الحمد لله منتشرين في 27 محافظة لنا مكاتب في كل مدن المحافظات وايضا لينا 200 مقر على مستوى الجمهوريه احنا شغالين على المستوى التنظيمي وده على مستوى المحافظات كلها كل فريق العمل في المحافظات شغال واحنا شغالين برضو على مستوى البرنامج والرؤيه وهيكون في قريب جدا يعني في مؤتمر هيتعمل للاعلان على تفاصيل المحتوى وتفاصيل البرنامج للمرشح الرئاسي المهندس حسن عمر وهيكون في بشكل عام يعني البرنامج الحقيقه اشتغل عليه مجموعه كبيره جدا من اعضاء الحزب ومن الناس المتخصصين برضو من من الحزب ومن خارج الحزب وحزب الشعب الجمهوري قام بعديد من المعسكرات في محافظه الاسكندريه بورسعيد البحر الاحمر المعسكرات دي شارك فيها عدد من الشباب من جميع المحافظات حتى من المناطق الحدوديه في مصر كانت معسكرات يعني داعمه جدا للشباب وحقيقي فهموا فيها أهمية وضرورة مشاركة في الحياة السياسية بالإضافة أن حزب الشعب الجمهوري دايما بيقوم بفعاليات ومعسكرات وحملات توعوية المميز بالنسبة لنا أن المهندس حازم عمر نازل برؤية حزب وبالتالي جميع الشغل بتاعنا هو متسق مع رؤية الحزب وتوجهات الحزب وفي نفس الوقت كل بقى المطبوعات بتاعتنا بتتحدث عن مرشح عن الحزب ده فكر قد يكون جديد شويه مختلف لينا لينا تيمه خاصه بينا علشان نقول ان احنا كحزب اللي أنا تواجد الحمله عندها هدف اساسي وهي بتتكلم مع الناس وهو انك كمواطن لازم تنزل تشارك وتدلب صوتك في الانتخابات الرئاسيه ايا كان الشخص اللي هتختاره، احمد فرج كل يوم. بنعود لحضراتكم مرة أخرى، ردود الأفعال بتقول أن لدينا مرشح رئاسي يتحدث جيدا، لكن الناس تسأل المشكلة في التطبيق. فاحنا ما زلنا في الشغل او في الهم اللي بي يعني كل بيت مصري بيفكر فيه وهو الناحيه الاقتصاديه وسيادتك تحدثت عن محور من ثمان محاور فنكمل باقي سريعا تحدثنا عن هيكل المالية العامة وتحدثنا عن الصناعة نتحدث الآن عن الاستثمار لابد أن نفرق ما بين الاستثمار الانتاجي والاستثمار الاستهلاكي احنا عندنا الحواف الثابتة الاستثمار الاستهلاكي احنا محتاجينه مش مش محتاجينه ولكن هو أفضل حاجة تحقق أهدافنا في الأولوية هي الاستثمار الانتاجي تعال عمق لي المحتوى التكنولوجي تعال اديني صناعات مش موجوده عندي حديك حوافز اكتر لكن عشان تعمل لي مولات ومطاعم وسلاسل المطاعم والمولات والترفيه واو ده استهلاكي بيجيبلي عمله في الاول ولكن بعد كده بيفضل بقى مدى العمر ياخد منه غير غير الانتاجي م. الانتاجي ده على إيه طول ده بالنسبه للاستثمار م. نيجي بعد كده على قطاع الزراعه الزراعة إحنا برنامجنا بيرتكز على ونص مليون فدان أولا إحنا بن على كذا حاجة الحاجة الأولانية إن هي غير اللي بيتعملوا دلوقتي؟ يعني إحنا اللي تم دلوقتي حوالي 200 ألف في الحتة اللي إحنا بنتكلم عليها اللي إحنا بنتبناها اللي هي شرق العينات وهقول لك المشاكل إيه وهنحلها إزاي الاستثمار الزراعي إحنا طبعا عندنا ندرة مياه وإحنا عندنا شح مياه فلازم ان انا اشتغل على زياده الرقعه المحصوليه وان انا احاول ان انا الفدان اعلي انتاجيه الفدان ليس فقط من الدوره الزراعيه الواحده ولكن اذا كنت اقدر اعمل بدل الدورتين ثلاثه حسب الخطه الزراعيه يبقى انا كده بعلّي انتاجيه الفدان وبعلّي الرقعه المحصوليه وليس الرقعه المساحيه تمام. نيجي على الرقعه المساحيه احنا عندنا شرق العوينات هي الوحيده اللي نقدر نعمل فيها آه، اتنين ونص مليون فدان يزرع منهم مليون فدان آه، ليه يزرع من قبل الدوله لا استثمار هنطرحها كشركات تيجي تستثمر وال والحكومة الحالية أو الحكومات المتعاقبة في الفترات اللي فاتت الحكومة لم تنجح الحكومة فيها. طرحت ولكن طرحت القطع كبيرة قوي 24 ألف فدان للقطعة م. دي عايزة شركات ضخمة قوي فعشان كده لم يتقدم طيب. إلا ستة 16 طيب. شركة بالزراعة. فإحنا هننزلها ل 2400 فدان وهنزرعها بالأبار الجوفية وكل 2400 فدان يتزرع منهم 1000 فدان فقط عشان نحافظ على المياه الجوفية اللي عندنا ونحافظ على اتزانها تمام ده الزراعة نخش على قطاع التجاره مم. التجاره الداخليه احنا عندنا الحقيقه شبهه احتكار في كثير من الصناعات وال... من اين ياتي الاحتكار احنا عندنا اول حاجه بتظبط الاسعار وفي صالح المستهلك هي التنافسيه وإن يكون عندك موارد لا، متعدده. وصفت لي وصفت لي ان هناك حالات احتقار يعني اديني مثال. يعني هتلاقي في كل حاجه هتلاقي ستة سبعة هم اللي ماسكينها. من القطاع الخاص؟ أو مش شرط ما, ما سواء كان قطاع خاص أو قطاع أو عام أو يعني القطاع أو قطاع العام <applause> يمارس احتكاراً في بعض المجالات؟ العدد القليل الذي يسيطر على هذه السلعة أو على هذا المنتج م. ده في حد ذاته مش مطلوب م. أنا مطلوب أنا مش عايز الشركات الضخمة اللي هي بأربعة خمسة يقعدوا مع يعني بعض يعني هقول لحضرتك السؤال اللي بيتقال في الشارع عامة أن دخول الدولة في بعض المشاريع بشكل كبير جدا بهيئات مختلفة جدا أمر أصبح بينتقد الآن في الشارع أنت شايفه إزاي؟ لا إحنا مع دخول الدولة في القطاعات محددة م. وهي الكهرباء الغاز الميه الصناعات الاستراتيجيه، الصناعات العسكريه. وما دون ذلك؟ ما دون ذلك يجب ان يترك للقطاع الخاص طبعا، علشان القطاع الخاص هو قاطره التنميه، مم. وتزود التنافسيه وكل ما يزيد التنافسيه كلما كان في صالح المواطن وتقدر بعد كده انت بتشوف النهارده ان عندك شركه واحده بتعمل السجاير، اول ما بيحصل حاجه معينه السوق السوداء بتظهر على طول، تمام. لكن لو عندي 10 12 شركه طيب في الثلاث سنين اللي حضرتك هتحقق فيهم هذه الامور اللي قلنا فيها خطتنا العريضه الطبقة بعد التجاره لسه ال... هنرجع للامور دي بس الحاله الاجتماعيه او البعد الاجتماعي للطبقه البسيطه ه... 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 هيستمروا معاك ازاي في ثلاث سنين هتعملهم ايه ما هو انا بعمل ايه بقى ان انا بخفف عليهم الاعباء مم. عشان يستحملوا معايا الثلاث سنين مم. والا البديل هو التوسع في عجز الموازنه بس بس غالبا هذه الطبقه لا تتحمل اعباء ان وصفت الاعباء الضريبيه هم هم مش مش ده انا هشيل من عليهم اعباء ضريبيه مفهوم بس بس أه؟ هم عاده لا يخضعوا لتقدير ضريبي كبير هم بيحتاجوا للدعم أخير. لا يا فندم ما مش لا على فكره انا ممكن ازود مرتبات او اديهم أه أه حاجات زي مثلا تكافل وكرامه، مم. انا كده بزود التضخم، حديهم من هنا السلعه تغلب بكره من هنا. فانت مش شايف ان ده مش الحل الامثل. ده مش الحل الامثل، الحل الامثل ان انا اخفض له السلعه، انا هشيل الضرائب من على السلعه اللي هو بيحتاجها. يعني آخد تكافل وكرامه احطه في تخفيض السلعه وما اديهوش لا لا بالاضافه بالتوازي مع تكافل وكرامه علشان برضو لازم يكون معاهم هم عندهم برضو مناحي اخرى في الحياه مم. ليست فقط المأكل والمشرب والدواء، مم. انا لغايه النهارده الدواء برضه عليه رسوم مم. وعليه ضرائب. أنا الغذاء والدواء ده هو الأساسيات بتاعة الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة فمهما كانت تكلفة الضريبة تتحملها الدولة لكن ترفع عن عبء مش هتحملها الدولة آه. ما انا مش هزود عجز الموازنه اتفقنا آه. ان انا شغلتي اني اقلص عجز الموازنه طب هجيب منين بقى هجيب, هجيب موارد اخرى ان انا برفع على حاجات اخرى هرفع على الكرافطه اللي حضرتك لابسها دي آه. لانها ماركه فخمه هرفع آه. على الساعات الفخمه هرفع على المنسوجات هرفع على السلع الترفيهيه والكماليه اه وبالتالي اسيطر للبقين. على عجز الموازنه ولكن هخفض الغذاء والدواء تمام طيب لانه الوقت بيداهمنا وعندنا التوظيف آه. ما لازم أشوف حياتك لو اشتغلت على قطاعات وسبت قطاع واحد صعب السياسات النقدية البنك المركزي لا قبل التوظيف طب أنت ترث نظام إداري به عدد كبير جدا من الموظفين تعمل معهم إيه؟ لا أنا عندي صرامة شديدة في المتابعة من هل سيعمل على تيارات وال... معاكسة آه. لن أتردد لحظة واحدة في استبعاده ايا كان منصبه ماذا تقصد بطيارات معاكسه بتحصل ان مم. في ناس بيبقى عندهم تضارب مصالح او ان هم طبيعي ان هو عاوز يعاكس في هذا زي ما حصل في وزاره التربيه والتعليم مم. لما الدروس الخصوصيه مثلا مم. والسناتر و... ولا اخره أنا ما عنديش هزار في الموضوع ده. لا هم يقولون أن أن هناك عددا كبيرا في الجهاز الإداري للدولة والواقع بيقول أن احنا مش محتاجين هذا العدد. إيه رأيك في القضية دي؟ لا ما تقدرش تدريجي لما تحسن الاقتصاد، لكن ما تقدرش أنك أنت النهارده تعمل لهم معاشات مبكرة وتتخلص منهم تمام إذا أنت تحترم البعد المجتمعي طبعا طبعا هذا لازم أنا شوفها. عشان ضيق الوقت آه. مضطر أن أنا أنتقل فضلش. لملفات عديدة. طب دي ممكن دي... تسمح لي بنص دقيقة 30 فضل. ثانية؟ فضل. طيب التوظيف مهم أوي أن احنا نعمل تحويل برامج تدريبيه لتحويل عماله الوفره الى العماله المتخصصه والعماله النادره لان دول بعد كده هستخدمهم بشكل اخر واقدر اصدر عماله تجيب لي عمله وورا اخره. مم. عندي البنك المركزي نحتاج الى مزيد من الاستقلاليه ولكن مع التنسيق مع الحكومه. معنى كده الاستقلاليه يعني الجهاز التنفيذي للدوله تقصد؟ الاستقلالية عن الحكومة مزيد من الاستقلالية مع التنسيق ان تبقى الحكومة ممثلة في مجلس الإدارة للتنسيق فقط وليس ان وزير الماليه يجي يضغط عليه ويقول له اطبع لي واعمل لي وسوي لي وهنربط الاصدارات النقديه الجديده يعني. بمعدل النمو المحقق وبحد اقصى فوقيه 2% لا عشان سيطر على التضخم وعلى تدني سعر الصرف للجنيه المصري وبالتالي حضرتك شفت ان هناك مشاهد بتقول ان هناك عدم استقلاليه وانه بيحصل نوع من انواع الضغط نحتاج الى مزيد نحتاج الى مزيد البنك المركزي اه ونحتاج الى مزيد من البنوك المتخصصه القطاعيه تمام اه اخر حاجه بقى الخدمات مم. وهي السياحه مم. وقناه السويس مم. والعماله المصريه في الخارج دي بقى السياحه دي عايزه بقى برامج توعويه وهستخدمكم انتم في هذا الامر الاعلام بالظبط وهكذا يعني برامج كلها مفصله ومعروفه عن في الوقت بيحكمنا آه. واكيد هيبقى انا, أنا كده خلصت البرنامج الاقتصادي هنمر على قضايا نخش على لا في ناس بتسال تقول طيب والله احنا النهارده عندنا أمن قومي طبعاً. وعندنا حدودنا بكل جوانبها كافة ملتهبة. الجهات الاستراتيجية هتعمل إيه لما يجي لك الصبح وزير الدفاع ووزير الداخلية ومعاهم تقرير الأمن القومي بيقول لحضرتك يعني نحن نحتاج إلى قراءة متأنية خبيرة في فكرة الأمن القومي المصري وأنت تعلم تماما قواتنا البحرية قد إيه وحدودنا البحرية قد إيه وحدودنا البرية قد إيه هتعمل إيه لما تقرأ تقرير زي ده لا يعني اعتقد ان شغلتي كرئيس للجنه العلاقات الخارجيه او الشؤون الخارجيه بمجلس الشيوخ جعلتني ملما بمعظم ما اقدرش اقول كافه ولكن بمعظم تلك القضايا وعملت بها وعملت بها في صمت وبدون صخب وبدون شعبويه ملمين ولدينا برامج للامن القومي ولدينا فكره جيده جدا هنعمل ايه فيما يخص الحدود الشماليه الشرقيه الحدود الجنوبيه الحدود الغربيه وكذلك الامن المائي المصري طيب التجربه جديده ان يكون هناك رئيس مدني ليس له خلفيه عسكريه كيف ستتعامل مع مؤسسه عظيمه جدا لها يعني شعبيه كبيره جدا في الشارع المصري وهي المؤسسه العسكريه ده حاجه مهمه جدا 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 ان الديمقراطيه مهمه ولكن تعطي صوتك لمن يستطيع ان يتعامل مع مؤسسه الدوله النهارده انا بحكم موقعي بتعامل مع كافه مؤسسه الدوله مهم ان يكون مؤسسه الدوله مسانده للرئيس م. لا يجب ان يكون الرئيس في جزيره منعزله عن مؤسسه الدوله م. رجل الدوله يعلم كيف يتعامل مع مؤسسه الدوله م. ودي مهم عشان كده من المهم ان يكون رجل دوله من نعطيه صوتنا تمام هل أنا رجل دولة نعم أنا وزير خارجية مجلس الشيوخ المصري لا يعني التطبيق هو اللي لنا لأ أنا, أنا فعليا بقى أنا بمارس عمل رجل دولة تمام اه في ملفات تانية بتبقى اه يعني كاشفة خاصة أيوه. الأزمات يعني أيوه. اه لو كنت رئيس مصر الحالي في أزمة فلسطين إيه أول تليفون كنت هتعمله لا هو مش تليفون واحد م. شوف حضرتك عندنا ثوابت مم. دائما نتحرك من ثوابتنا. القضيه الفلسطينيه هي قلب الوطن العربي. مم. دي مش هنقول كليشيه ولكن هذه هذه ثوابت. مم. امننا وسيادتنا خط ثابت. عظيم. انا اول حاجه هعملها ان على طول اتصالات مع كافه القوى المؤثره بما فيها دولة اسرائيل وبما فيها الـ الـ السلطة الفلسطينية بما فيها الدول العظمى الدول الكبرى لضرورة يعني هنا هتقوم بدور الوسيط ولا بدور في دور أنك لا لابد من وقف احنا داخلين في منحنى وتصعيد خطير مم. قد يتسع ليس من مصلحة جمهورية مصر العربية ولا مصلحة العالم العربي ان يتسع رقعة هذا الصراع مم. لابد من الوقف الفوري للعمليات العسكرية والتهدئة وضبط النفس وهخلق راي دولي عام هيكون تعميم لكافه سفرائي في كافه انحاء العالم لخلق راي ضاغط بغرض وقف العمليات العسكريه والعوده الى التهدئه والعوده الى المسار وقد تكون هذه تحريك للمياه الراكده لكي تعود هذه القضيه التي سبها العالم فترة طويلة وتناساها عشان لازم نحلها وإلا البدائل ستكون سيئة جدا على استقرار المنطقة بالكامل آخر سؤال هل وجدت أي صعوبة في تحركاتك في الشارع أو في جمع توكيلات أو في جمع تسكيات من النواب أو أحسست أن هناك بحكم أن منافسك هو الرئيس الحالي في السلطة أن هناك نوع من عدم العدالة في هذه العملية الانتخابية بالنسبة لي أنا ما حصلش لأن أنا بشتغل بشكل هادئ جدا دون تصادم <applause> لا يجب أن تكون الإنتخابات عملية شخصية تصادمية. م. يجب أن تكون تنافس على حب مصر. فأنا اشتغلت توكيلات، اشتغلت تزكيات، اشتغلت وطالع النهارده في إعلام أعتقد أنه هو أيضاً يعني مدي مساحة وبالتالي إحنا يعني إحنا نعطي مساحة ده حقق يعني ولكن في الآخر هي مساحة من الديمقراطية بحيث ما كانتش موجودة زمان يعني, يعني والأصل أن تكون موجودة والأصل أن تكون موجودة فدي كلها تشجع أن إحنا ندخل هذه التجربة ونحاول أن إحنا نرتقي بالحياة السياسية المصرية ونرتقي باختيارات المصريين ونقول لهم اختاروا من تشاءون ولكن عندكم انه كنتوا عندما تختارون عايزين تغيروا غيروا بس يكون رجل دولة عايزين تثبتوا اثبتوا على رجل دولة عايزين بس بلاش الاختيارات اللي فيها مغامرات على حساب الاجيال القادمه كم تتوقع نسب النجاح شوف حضرتك احنا كحزب الشعب الجمهوري بنحط خططنا واهدافنا الاستراتيجيه وبنعمل بكل اخلاص عليها والنجاح عند المولى سبحانه وتعالى من المولى سبحانه وتعالى م. وهو قال في كتابه الكريم إن, إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا م. إحنا بنحاول نكون منضبطين ملتزمين متفانيين في حب الوطن ترشحنا هو رغبة في العطاء وليس رغبة في إن إحنا نعمل شو يعني اللي يعرفنا وشايفنا في تاريخنا من 2012 احنا مش بتوع اضواء وبنشتغل دايما في صمت وفي هدوء وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله ستجدوا اننا عندما تقدم باوراقي ان هتلاقوا حاجات كتير قوي عملناها في هدوء دون صخب ودون صراخ ودون اثاره تمام انا بشكر حضرتك على هذه الفرصه وده لقاء اولي لنا لقاءات كثيره جدا نشرح. لتشرح فيها وجهه نظرك الحقيقه ان تكون رئيسا لجمهوريه مصر العربيه ليس سقا على بياض حتى لمن لكل من يملك الشعبية أو لكل من يحاول أن يحصل على هذه الشعبية الإعلام دوره أنه هو يسأله طيب هتعمل إيه لما تبقى رئيس وجهة نظري أن المرشح ضيف النهاردة يعني يجيد رونق الحديث وهو واجهة مشرفة تصلح للمنافسة على هذا المنصب والتحدي الحقيقي يبقى دائماً في التنفيذ اكيد هيبقى لنا لقاءات اخرى كثيره جدا مع كل المرشحين او الذين اعلنوا ترشحهم او بالتالي مع مرور الوقت هيكونوا الذين قدموا اوراقهم بالفعل النهارده كان ضيفي المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل وبشكره شكرا جزيلا على تلبيه هذه الدعوه ودي كانت حلقتنا الاولى من برنامج كل يوم غدا باذن الله تعالى حلقه جديده خليكم معنا